ومكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية، وهلا رح نحكي بفقرتنا عن الاكتئاب الموسمي. طبعا التبدلات الموسمية بتحمل معها كثير من التغييرات اللي بتستقبلها أجسامنا. هو الاكتئاب الموسمي طبعا مع بداية نحن مقبلين على فصل الشتاء، كثير من الأشخاص بيصيبهم الاكتئاب الموسمي، بيترافق أعراضه معهم، ممكن أن تكون من بداية فصل الخريف لحتى تمتد لنهاية فصل الشتاء. لكن شو هي النصائح والتعليمات؟ ممكن في أغذية تزيد من حدة الاكتئاب الموسمي، وممكن تكون في أغذية تساعدنا للتخفيف من حدة هذا الاكتئاب. أمور كتير رح نتعرف عليها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو لليوم، اختصاصية التغذية ديما سلومي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير ديما. صباح النور. يسعد صباحكم. كيف الاكتئاب اليوم بتبدل هالفصول عندك؟ والله يعني ما الاخر يعني بلش. اليوم كثير شائعه هاي النقطه، انه اليوم قد اليوم الحاله النفسيه، انه انت حتى لو ما بدك تكتئبي قد ما بتسمعي هاي الجمله، انه انا بتبدل الخريف للشتاء لازم اكتئب، لانه نحن اليوم بصير اكتئاب. في اشخاص ما بتتاثر اصلا بهي القصه يعني، ولكن هي عدوى طاقه يعني بتعطيكي هاي العدوى. خلينا بدايه نعرف شو هو الاكتئاب الموسمي، وهو بصيب جميع الاشخاص او لا؟ هلا الاكتئاب الموسمي هو احد انواع الاكتئاب، يعني احد انواع الاكتئاب المرضي، بس انه هو خاص بالفصول. بيصير الاكتئاب باوائل فصل الخريف، لا بيمتد لفصل الشتاء اخر العمر. لا لا عم نحكي عن موسمي، عم نحكي هذاك الاكتئاب المرضي. الاكتئاب الموسمي ببلش معنا ببدايات فصل الخريف، وممكن يستمر لفصل الشتاء. بس بهي الفترة بيحسس. ممكن أسبابه، يعني في دراسات كتير بتقول أنه أسبابه هو انخفاض التعرض لحرارة الشمس. يعني إحنا مرينا فصل الصيف عم نتعرض لدرجات حرارة عالية، وعم نتعرض لضوء ساطع. بفصل الخريف ببلش هذا الانخفاض، هذا بيأثر على مناطق بالدماغ، فبتعطي إحساس للإنسان أنه مثل أنه الإحباط، القلق، التوتر، فبتبلش أعراض الاكتئاب مع هاي مع فصل الخريف. في كتير أشخاص بس مجرد ما بلش فصل الشتاء بيصير عندهم هذا الاكتئاب، وقت بيشوفوا المطر، الغيم، في كتير أشخاص عندهم هاي الحالات. لكن خلينا نحكي اليوم شو هي الأطعمة اللي ممكن تزيد من حدة هذا الاكتئاب. هلا الأطعمة اللي بتزيد حدة الاكتئاب هي الأطعمة اللي بتأثر على إفراز وتصنيع النواقل العصبية. بالأساس هو الاكتئاب ناتج عن أشياء بتصير جوات الجسم. يعني تمام. النواقل العصبية هي عبارة عن مواد أو عناصر بتتواجد بجسم الإنسان، بتتصنع بجسم الإنسان من خلال مواد متوافرة، يعني مثلا أغذية أو حالات نفسية أو أنشطة رياضية أو هيك شيء. النواقل العصبية هن أهم نواقل عصبية، هن أربعة. في عنا الأوكسيتوسين، الدوبامين، الإندروفين، والسيروتونين. هلا هون نحن بدنا نحكي على موضوع السيروتونين بموضوع التغذية، لأنه هي التغذية أكثر شيء بتأثر على السيروتونين وعلى تصنيعه وإفرازه بالدماغ أو بباقي أنحاء الجسم. الأغذية اللي بتسبب الاكتئاب هي الأغذية اللي بتأثر على تصنيعها لهي النواقل وإفرازها. مثل شو اليوم؟ يعني مثلا في عنا الكربوهيدرات المكررة، لأنها هي بتكون ما بتحتوي على العناصر اللي بحاجة لتصنيع هاي النواقل. عنا الكحوليات، عنا المواد اللي بتعمل اللي بتنشئ اللي بتطلق جذور حرة بالجسم. فينا نسمي اليوم تسميات بكل مركب ذكرتي، تسميات أكل يعني اليوم بكل مركب ذكرتي. ايه هلا حنحكي عنهم لما بتقولي لي مثلا شو هي الاطعمه اللي بتساعد اني انا مثلا اتخطى مرحله الاكتئاب. هلا نحكي عن موضوع انه انا مثلا بتزيد الاكتئاب. تمام. هلا هي مثلا قلت لك انا مثلا انا اخذت كربوهيدرات مكرره، سكريات، فاتت على الجسم، انا ما عندي تريبتوفان لتصنيع النواقل العصبيه مثلا. تمام. فانا باخذ كربوهيدرات مكرره، مثلا مواد دهون متحوله، المشروبات الغازيه، الملونات الصناعيه، الملونات الصناعيه والمواد الحافزه اللي بتنحط مع الاغذيه. كل هاي الاغذيه المصنعه بتاثر على تركيب وافراز النواقل العصبيه، بتمنع احيانا بتحد منها. كمان في عندنا اذا كان في مشكله بالامعاء، هي مشاكل اللي بالامعاء بتسبب كمان انه البكتيريا البروبيوتيك الموجوده بالامعاء ما عاد بتساعد انها هي على تصنيع هلاي النواقل. طيب خلصنا من الاكل بزيت، خلينا اليوم نحكي عن الاطعمه اللي بتقاوم او بتخفف. هلا بدك تقولي لي كل القصص تذكريها ممكن هي نفسها بتسبب الاكتئاب، الشغلات الطبيعيه. لا او الصحيه. لا بالعكس،
هلا الأغذية اللي بتساعد على أنه نتخطى الاكتئاب هي الأغذية اللي بتحتوي على عدة عناصر. مثلا خلينا نبلش بالأحماض الأمينية. عنا من الأحماض الأمينية في قسم بيصنعوا الجسم وفي قسم نحن لازم ناخده من الأغذية، تمام؟ اللي بيصنعوا الجسم أوكي خلص الجسم عم يصنعه، اللي لازم نحن ناخده من الأغذية عنا أهم عنصر هو تريبتوفان. تريبتوفان موجود بعدد من العناصر الغذائية. تريبتوفان بيصنع بيساعد بتصنيع السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، تمام؟ تريبتوفان بشو موجود؟ موجود بالشوكولا، الداكينة، كل ما كانت أقل سكريات الشوكولا، الموز، الموز غني بتريبتوفان، الشوفان كمان غني بتريبتوفان. ولازم ناخذ في حال كان الانسان عم يعاني مثلا، او كل حدا بيعرف حاله مثلا عم يعاني من اعراض الاكتئاب الموسمي، لازم ناخذ 1 جرام تريبتوفان يوميا. طبعا هو متواجد بالاغذيه بكميات كثير قليله، في اغذيه ميكرو جرام، في اغذيه بالميلي جرام. فلحتى نحصل على 1 جرام من تريبتوفان لازم ناخذ مثلا 200 جرام صويا مثلا، او 200 جرام لحوم، او 300 جرام من الاسماك، او اذا بنحكي على الاغذيه مثلا بندوره 300 جرام بندوره، اوكي منيحه منيحه 200 جرام شوفان، ايه تمام. فهو هيك لحتى نحصل على حاجتنا اللي هي بتساعد بتصنيع النواقل العصبيه. سيروتونين تحديدا. في عندنا كمان مثلا اذا بنحكي على الفواكه، مثلا اذا اخذنا التوت والفريز، توت والفريز غني بمضادات الاكسده والفلافونيدات. هاي المواد منه مضاد اكسده بيخلص جسم الجذور الحره، كمان هي بتعمل اكتئاب. وثاني شيء هي بتخفض انتاج الكورتيزول بالجسم. الكورتيزول معروف عنه هو هرمون التوتر والاجهاد. يعني لما الانسان بيكون مثلا عم يعاني من حاله قلق او توتر او اجهاد، فبيزيد افراز الكورتيزول عنده. اذا ما في كبح لهذا الافراز بيضل عم يفرز الكورتيزول الجسم. طول ما حدا حاسس بتوتر اجهاد عم يضل الجسم يفرز كورتيزول، وهذا الشيء بيزيد التوتر والقلق والاجهاد. كمان اذا بدنا نحكي على الاغذيه، خلينا نحاول ناخذ قد ما فينا اغذيه مشان نذكر تستفيد. تمام نذكر امثله. اذا حكينا على الاحماض الدهنيه، الاحماض الدهنيه طبعا الصحيه، في عندنا احماض دهنيه مثلا الاهم شيء اهم شيء هي ال 3-6-9. الستة تسعة كمان بيصنعها الجسم، هاي اوكي خلص ما بدنا ناخدها. بس الاوميجا 3 يا اوميجا 3 هاي اللي لازم ياخدها الانسان يعني بشكل يعني انه مو يومي. ما فيني اقول لك مثلا يومي لانها هي تواجدها مانو كثير متواجد، يعني انه بكل الاغذية هي متواجدة باغذية معينة. فلازم ياخدها الانسان بشكل متواتر اسبوعيا، كل 10 ايام، كل اسبوع هيك. الأوميجا 3 هي فيها خاصية إن هي بتغلف الألياف العصبية، بتعمل لها حماية للألياف العصبية، بتعمل لها تقوية للألياف العصبية اللي واصلة بين الخلايا العصبية. الأوميجا 3 موجودة إذا بدنا نحكي مثلا بالأسماك الدهنية، موجودة بزيت الزيتون، بالجوز، ببذر الكتان. أنا قلت لك هي موجودة بأماكن كتير قليلة. صحيح. حتى بالبيض مثلا موجودة بنسبة قليلة، بصفار البيض تحديدا. السردين حكيت عنه، السردين موجودة كمان بنسبة كتير منيحة الأوميجا 3. تمام. خلينا نحكي عن علاقة زيادة الوزن بالاكتئاب الموسمي، أو شو تأثير الاكتئاب الموسمي على زيادة الوزن. هلا هون كمان هو سبب الاكتئاب من الأخير يعني زيادة الوزن. هلا هو كمان الاكتئاب بشكل إنه كمان بيأثر على كتير قصص، يعني منها إفراز هرمون الجوع والشبع. في حالات القلق والتوتر بيصير هي اشارات ضمن الجسم، يعني بيعطيها الانسان للجسم او التفكير، يعني تمام انه في حاله عم تصير بالجسم، كيف بدنا نعالجها؟ ممكن الجسم يلجا ل في حال نقص عناصر غذائيه موجوده عنده، ممكن الجسم يلجا ل او الدماغ يلجا ل انه افراز هرمون الجوع، انه ممكن الاكل انه هو دخول العناصر الغذائيه والفيتامينات للجسم ممكن انه هو يساعد بالتخلص من هذا الاكتئاب. تمام فبالتالي هي دائره يعني حلقه متداوله. فهون دور الشخص بانه هو يميز شو بده يميز. يميز بين انا بدي اخذ اكل صحي ولا بدي اكل اكل مو صحي. بمعنى يعني انه حتى الاكل لازم يكون صحي وكافي ومتوازن، ثلاث شغلات يعني. تمام. صحي وكافي ومتوازن. هلا في حال مثلا اخذ العناصر المهمه مثلا خضره، فواكه، عصائر طبيعيه، ممكن بروتينات، ممكن كربوهيدرات صحيه، هون بيحصل الجسم على حاجته فما عاد بيطلب. اما في حال انه الانسان اتجه مثلا للسكريات السريعه مثلا الشوبات الجاهزه، هي اللي بتعطي احساس بالسعاده مؤقت.
تمام؟ تمام. بتعطي يعني الجسم هون ما بياخذ حاجته فبيضل عم يطلب، فبيضل احساس الجوع مستمر. بس انهضمت هاي الاغذيه، وهي هاي الاغذيه دائما اللي بتكون ما صحيه اغلبها بيكون هضمها سريع. تمام. تفكك بسرعه، بتنحل بسرعه، وبيمتص الجسم بسرعه، فمشان هيك بيرجع الجسم مباشره بيطلب اغذيه، فهذا الشيء بسبب زياده الوزن وبيزيد الاكتئاب. وبيزيد الاكتئاب تماما، حتى انه زياده الوزن لما بشوف الشخص حاله انه هو وزنه عم يزيد عم يزيد، كمان هذا الشيء بسبب اكتئاب عند بعض الاشخاص، وبيكتئب الناس اللي حواليه، يعني القصه بتصير عامه وبينشر بينشر. ديما هذه هي نمط حياه يعني صح، المفروض نحن نشتغل عليه يعني، وحاول يعني دائما نحن بعيدا عن التنظير بنقول دائما المفروض نحاول، فان شاء الله هيك ايامكم بعيده عن الاكتئاب الموسمي والفصلي، وهيك تكون الايام الجايه احلى. شكرا ديما لحضورك وصباحك حلو على طول. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيكي الف عافيه.